السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام دائما من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. نظم متظاهرو ساحة الحبوب في مدينة الناصرية وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بمحاسبة المقدم عمر نزار المتهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون، وطالبوا أيضا خلالها وخلال بيانهم بالكشف عن جميع المتهمين بقمع المتظاهرين. لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة ثوار ساحة الحبوبي. الكل يعلم ما وصلت إليه قضية المجرم عمر نزار من أدلة وحقائق على إجرامه وقتله لأبناء الناصرية، إلا أن هذا المجرم اتجه إلى أسلوب القذر وهو تهديد المتظاهرين بالتصفية أو بطرق أخرى من خلال المرتزقة الذين باعوا الدماء وضمائرهم وعملوا معه للضغط على الشرفاء من أجل ترك القضية. لذلك نحذر الحكومة وكل شخص تحت أي مسمى من تهديد أي متظاهر، وفي حال حصل مكروه لأي متظاهر من ساعة الحبوبي سيكون الثوار الناصرية ردا قاسيا على كل المتورطين والمتعاونين مع هذا المجرم. وأيضا نطالب من القضاء الاستمرار في قضية المجرم عمر نزار بكل حيادية وأنصاف، والقصاص بكل المتورطين، الرحمة والخلود لشهداء تشرين، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للمغيبين. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! مشاهدينا الكرام، نعرض لحضراتكم بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. حسوني ذقار العراقي يقول: لا خير يرتجى من القضاء المسيس. في تعليق لدينا من أحمد العراقي يقول: موفقين يا أبطال، استمروا كلنا معكم. تعليق من حيدر الغرابي يقول: عفية الأبطال الشجعان أصحاب القضية والمبدأ. ضمن التعليقات كذلك أبو جود الجوراني يقول: أبطال أخوتي أحرار، ربي يحفظكم، الله يرحم شهدائنا. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة. تظاهر عدد كبير من المحاضرين والإداريين ملحق قرار 315 في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية للمطالبة بشمولهم بالتعيين وتوفير التخصيص المالي لهم. لنشاهد. مشاهدينا، نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث توافد محاضرو الرصافة الثالثة أمام وزارة المالية في بغداد للمطالبة بإدراجهم ضمن العقود. لنشاهد. العاصمة
نستمر مع هذا المقطع مشاهدينا الكرام، حيث تظاهر محاضرو الرصافة الثالثة أمام وزارة التربية أيضا في بغداد للمطالبة بالتعيين، لنشاهد. تبقونوا أماكنكم، يعني ما في انسحاب إلا يجيكم، واضح أخواني؟ أنا وياكم على التليفون، أنا وياكم على التليفون أخواني. زين ها أخواني، ها مدخل الوزارة. أشكرك 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 أشكرك. ها مدخل الوزارة. ممنوع تصرف فردي نهائيا، واضح اخواني؟ اي انطيكم وقت، اي من اريد ادخل هناك انطيكم وقت، انتم فلان ساعه فلان دقيقه انتظرونا. انا اريد وعدكم السلميه اخواني، اما تقدمون خطوه ايجابيه تقدمون 10 خطوات ما عندنا مشكله وياها، واضح اخواني؟ رجاء يعني التزموا. جئناكم مشاهدينا ببعض التعليقات بشأن هذا الموضوع، دعونا نعرض بعضا منها. ماجد يقول: أنصفوا محاضري الرصافة الثالثة، نحن محاضري مدينة الصدر ننتظر التعاقد معنا أسوة بأقراننا محاضري 2022، ستكون لنا خطوة تصعيدية إذا لم يتم حسم قضيتنا قبل إقرار الموازنة. تعليق من مروان يقول: لن نتنازل عن حقنا في التعيين، فهذه ثمار جهدنا وتعبنا لأكثر من 16 عاما، لذا نطالب كل الجهات المسؤولة والمعنية بالأمر بإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي عانت ما عانت من الحرمان والتهميش بإصدار قرار يسمح بالتعاقد مع الخريجين التربويين والإداريين. زهراء تقول: محاضري وإداري تربية الرصافة الثالثة 35,000 خرجنا للمطالبة بإنصافنا وإعطاء حقوقنا أسوة بمحاضرين 2020، حيث تم التعاقد مع جميع مديريات بغداد إلا محاضري الرصافة الثالثة. هناء تقول: التظاهرات حق مشروع للمطالبة بالحقوق. الآن معنا اتصال السيد أبو عمر من بغداد، تفضل حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو عمر. أهلا، أشكر أستاذ محمد. أستاذ محمد، إحنا بنشوف خلال من أسئلة وكاتة لحد الآن المظاهرات اللي قاعدة تصير عندنا بغداد وبكافة المحافظات، يعني من خريجين من محاضرين، يعني تكثر الشباب ويكثر المواطنين، يعني بالرغم عدد يعني اللي قاعد يصير عندنا من سنة سنة، والمحاضرين اللي قاعدين يقدمون خدمات بدون رواتب او بدون يعني الملاك العام، واما الخريجين اللي قاعدين هم اللي يدرسون وهم صفوه المجتمع ولبوه المجتمع العراقي. يعني هاي السنين اللي فاتت واللي بنوا كليات واللي بنوا جامعات اهليه من ضمن سلطه الاحزاب، يعني المفروض من تبني كليات الجامعات للمواطنين وتستفاد من عندها بالملايين من الطلاب. المفروض تحسب حسابه انه التعيينات تصير عندهم، انه تصير عندهم مقابل ووظائف، يعني بحيث انه يستغل المواطن الى راتبه الى تعيينه الى مكانته لانه يخدم الدوله. كيف يعني انه سلطه الاحزاب تسوي جامعات وكليات وما تحسب هذا الموضوع للمواطن العراقي بدون تعيين؟ سيد ابو عمر، هناك مشكله، هناك مشكله حقيقه بقضيه التعيينات. العراق فيه فائض أصلا بعدد الموظفين الحكوميين، القطاع الخاص قطاع شبه ميت،
ولا يوجد استغلال للخريجين بتوجيههم إلى سوق العمل بالقطاع الخاص، وبالتالي عندنا ترهل بالمؤسسات الحكومية بسبب فائض العدد من الموظفين. والعراق أصلا مصنف دوليا بأنه من أكثر البلدان التي تمتلك موظفين حكوميين نسبة إلى التعداد السكاني. هاي مشكلة. يعني الآن قرارات محمد الشيع السوداني بتعيين أكثر من 250 ألف إلى 280 ألف خريج، يعني هذه أيضا تثقل من كاهل الموازنة أكثر، وبالتالي عندنا أزمة أصلا. يعني إحنا أزمة اقتصادية وفوقها تعيينات حقيقة دون دراسة. يعني هو ليس الموضوع الوقوف ضد الخريجين، هذا حق المشروع، لكن إذا استمر الموضوع بهذا الشكل حيواجه العراق أزمة أخرى، أزمة بقضية توفير الرواتب إلى هؤلاء، أزمة وخاصة أنت عندك انخفاض الدينار وغلاء الأسعار وأزمة اقتصادية أصلا يعيشها العراق. فكيف ستستمر هذه، أو لماذا تستمر أصلا هاي الآلية الغير مدروسة، بدل ما يكون أكو تنشيط للقطاع الخاص، توجيه الخريجين إلى هذه القطاعات حتى تستفاد الدولة منهم وأيضا يخففون الضغط على الموازنة؟ ليش ماكو دراسة؟ أستاذ محمد، إحنا من 2003 لحد الآن كل الحكومات اللي حكمت بالعراق ما فكرت إنه تبني العراق أو تنهض العراق أو بنايات اللي صارت عندنا تفلشت من الاحتلال الأمريكي، ما رجعت الصناعة وما رجعت الزراعة. هاي الأمور اللي كانت اللي يعني عافها الشعب من 2003 لحد الآن المفروض على الحكومات المتعاقبة، لأن هم يعرفون من جو العراق وحكموا بغداد وحكموا المحافظات. المفروض هذه يخلوها ناس أكفاء، ناس مجتهدين، ناس ذات قيادة، ناس ذات هيبة، ناس ذات مكانة. المفروض يحسمون حساباتهم إنه يبنون العراق، يرجعون الوطن إلى أحسن وأحسن اللي دمره الاحتلال الأمريكي. لازم هذا المواطن العراقي يصير إلى مكانة بالمعامل أو كافة الأمور اللي هو يستغلها المواطن العراقي من طاقات وأفكار. نعم، أنا أشكرك سيد أبو عمر، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لحضرتك. معنا السيد أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحييك وبحيي القناة الرافدين والكادر الطيب والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بالنسبة للطلبة الخريجين، الموضوع في النهاردة لا مفروض للطلبة الخريجين، يعني راجل تعب أو مدرس طلباوي على المدرسين والناس، المفروض هم يتعينوا. طيب، يبقى لهم تعليم، لان التعليم هو عماد التعليم، هو الاساس. نعم. هو التعليم يعلم، بيبعد عن الجهل والكلام ده. نعم. فالمفروض هو يتعلم. السبب الازمه بالنسبه للدولار والازمه العالميه ان العراق او اي دوله تانية ما فيش مصانع، ما فيش معامل زي ما انتم بتقولوا. نعم. ما فيش اقتصاد، يعني انت راجل بتستورد من بره الحاجة، بتستورد بالدولار. فانت لو عندك معامل، عندك مصانع، البنية التحتية كويسة من مجاري المية. اما اللي انا بشوفه في الوضع العراق من 2003، من المرتزق اللي حكموا البلد من 2003، ما غير السرقة والنهب والمحسوبية. نعم. وسرقة اموال الشعب العراقي. والشعب العراقي بلد المفروض، يعني زي البصرة، اللي محييهم اهل البصره الطيبين، ان الناس غلابه وبياكلوا الناس الغريبه، يعني ناس ما عندهمش الاكل، يعني ناس شبعان اساسهم، شبعان مش ناس جعانين، وناس شبعانه اهل البصره الطيبين اللي هم سبب نجاح البطوله بتاع طيب دول الخليج العربي. نعم، انا اشكرك سيد احمد من مصر، شكرا جزيلا لك للمشاركه. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع في هذه الحلقة. ذكر السيد أحمد من مصر الجزئية التي تتعلق بسعر صرف الدولار وقيمة الدينار العراقي التي تنهار بشكل مستمر. هنا نأتي إلى هذا الملف، حيث طالب مواطن من محافظة البصرة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بسبب تبعات انخفاض قيمة العملة المحلية وما سببه ذلك من أزمة ارتفاع الأسعار والغلاء في الأسواق المحلية والتي فاقمت من معاناة العراقيين. لنستمع. الله لا يوفقني، واحد قضاها ألو عماد ساحد التحرير، وأنا ابن البصرة جاي خاطبك يا محمد الشياع السوداني. صحة والتعليم وآمر محمد الشياع. أم على واديكم لدون الدولار، معودين دولار بدال ويوي
الله لا يوفقني، واحد قضاها الو عماد. ادري شلون فكركم الخاطر، الله الشعب بدا يمل، صرف سعر الدولار. محمد الشياع السوداني ابو مصطفى، جيت الملعب جد النخله يمنا بالبصره وخاطبناك من خلال الجمهور، مئات من الجمهور والاف قالوا لك نزل صرف سعر الدولار. المجتمع العراقي بالكامل جاي يخاطبك، الى اين؟ وبالتالي الشعوب مصدر السلطات، يمتى تحترفون بالشعوب من ساحه التحرير من الحريه؟ وتعرفون هاي الناس ترى اذا قامت ما قعدت، قسما بالله. محمد الشياع السوداني وعدتنا كثير من الامور، من جانب تعدل الصحه وتعدل البطاقه التموينيه، هسه الدولار صاعد والتمن صاعد والمواد الغذائيه، وانت ما موفر لي سله لحد الان، جاي تعطيني ماده او مادتين، بالتالي كانت 14 ماده المواد الغذائيه. الناس منين تاكل؟ منين ابتديها وياك؟ من تعديل سلم الرواتب، موظف ياخذ 500 وموظف ياخذ 3 و4، وين القرارات اللي وعدتنا بيها من خلال اجتماعاتك اول ما استلمت الملف؟ بالتالي الناس بدها تتمل. اترك الشعوب آمنة، اترك الشعوب آمنة، ودع الحياة للمواطنين. كفاكم استهتار بحقوق الناس، على شكو اجيت وقعدت على الكرسي، مجالك المفروض تخدم وتعدل مؤسساتك وتنصف وزاراتك. كثير من الامور لازم تعدلها، الصحة، التعليم، العليا مؤامرة، الصحة والتعليم مؤامرة. محمد شياع هذين اثنين اذا عدلتن انت بطل قومي. ثلاثة، تعديل سلم الرواتب اللي عدت عنه الرؤسات القبلك. 4، والأهم، صرف سعر الدولار ضروري ينزل. عمي مو 120 22 مثل قبل، بس مشي ب30، مشي ب35، والناس بدأت تميل. وهاي ساحة التحرير نسيت، والله أذكركم، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نبقى مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، حيث شكى عراقيون من ارتفاع الأسعار وتحديدا بيض المائدة نتيجة ارتفاع الدولار، مما تسبب بأزمة الغلاء في أسعار المواد الغذائية. لنستمع. يا محمد آل شياع، يا محمد آل شياع، هسكت كم دوب هم تدرب الدولار على أكثر ذنوب. يا محمد آل شياع هم تدربينه، يا محمد آل شياع هم تدربينه، 50,000 بالسوق كيس الطحينة. يا محمد آل شياع، يا محمد آل شياع، حكيك مطر قيض، ما ظنت المسكين ياكل بعد بيض. نبقى مع هذا الملف مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر. متظاهرو مدينة الناصرية في محافظة ذي قار نظموا وقفة احتجاجية ضد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وغلاء الأسعار. لنشاهد. تطلعوا طالبوا احجوا، العصا الدومينية قطعوا عليكم، الدولار جاي يومي يصاعد، السوق غالي، يعني أنتم بدأ تكون ساكتين، صدقوا بالله وثقوا حتى يدخلون على بيتكم ياخذونه. هاي ثورة تشرين اللي خرجت هي كلها شعب، هاي تشرين منقذ شهداء وجرحى ومغيبين، المن طلعوا متعافين، شافوا الحكومة، يعني حكومة غير شرعية، حكومة موالية للدول الجوار، نص تشتغل إيران، نص تشتغل الأمريكا، ونص سوريا، وهذا البلد والشعب تعبان. يعني أنتم الشعب العراقي أو العراق بصورة عامة أغلى شعب، أغلى بلد بالعالم، وهاي تاليته ناس جد بالشوارع، الناس تعبانه، بنيه تحتيه ماكو. مشاهدينا، نصل الان في هذه الفقره الى نقطه مهمه جدا وخطيره للغايه. في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق موجه غلاء نتيجه ارتفاع سعر صرف الدولار وتضرر شريحه واسعه من العراقيين، تنتشر وبكثره العمله العراقيه المزوره في الاسواق العراقيه، اذ حذر مواطن من العمله المزوره القادمه من ايران ونشرها في سوق جميلة ببغداد، ويوضح طريقة كشفها. لنشاهد. السلام عليكم شباب. شباب البارحة الجميلة 25 مزورة جت من إيران، طشت بجميلة بشكل مو طبيعي، وهواية طلعوا من عندنا مزور ولزموا مجاميع بجميلة، فأكيد اليوم راح تطش بغير أماكن. فمن تستلمون 25 جديدة طبعة جديدة، ما راح تبين عندكم ولا راح تشكون بيها، انتم عندكم تشيكوها، شلون تعرفوها مزور؟ عندك هاي النجمه شايفيها؟ هاي تقلبها صفح، تظل تحاول بيها، يطلع عندك كلمة العراق، إذا طلعت كلمة العراق هاي تعتبر ما مزورة،
بس اذا ماكو العراق هاي مزوره، الباقي ال 25 كلها نفس الشيء بس فرق بالنجمه. فليستن الجديد يشيك من النجمه مكتوب عليها العراق، هسه هاي يطلع عند العراق يعني ما مزوره. فانتبهوا. نبقى مع هذا الموضوع الخطير. كما قلنا مشاهدينا الكرام، مقطع آخر لمواطن عراقي آخر يشكو من انتشار كبير للعملة العراقية المزورة في الأسواق، لنشاهد. عمي معودين على كيفكم ويانا، يعني كمية ضخمة من المزور موجودة بالسوق. هسه احنا شو نسوي؟ هسه خطية لزمنا اثنين، وذولا خطية غربناهم الكاشيرية اثنين. زين هسه احنا هسه هاي الأصلية، هاي الأصلية عمي درجة. زين هاي شنو هاي عمي؟ هم درجة أولى. زين هاي شلون خطية العالم تعرفها؟ احنا بالجهاز وهاي يلا طلعت. هاي هاي اختها عمي. باو عمي حتى ما تقدر باو هسه هاي كل شيء بيها. هذا الفسفورة عندك هنا البغداد ما ادري العراق. زين هاي عدن قوية واحنا معتمدين عليها. زين هاي من هنا موجودة. باو عمي هسه شنو نسوي يا سطونا حال عمي. ايوبه مع الكمية. زين هسه ذول زبناهم جبنا عليهم الشرطة وبلغنا عليهم واخذوهم طلع عنده مزور. زين هذول اثنين غربنا الكاشيرية اهمين والله ما دادري عمي شو نسوي. هاي الاصلية. زين هاي تزوير خيالي. هذا تزوير خيالي بقى. نسخة عمي نسخة طبق الاصل كل شيء بيها. يعني ما تقدر تعرفها الا بالجهاز. بالجهاز انا اقول لكم والله ما ادري عمي. دعونا مشاهدينا نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. علي يقول: إخوان ذولا تابعين الدول اتفاق ويا الحكومة، يدخلون مزور يسحب دولار، أقسم بالله العظيم. تعليق من سيف صفاء يقول: أصلا نستلم فلوس من المصرف ويطلع ويا مزور مرات، يعني حتى المصرف بمشكلة. أبو رياض يقول: شلون طبت؟ مو عندنا حرس حدود؟ وهاي مهمتهم ويستلمون رواتب، شنو السبب؟ قليلين لو رواتبهم قليلة لو شنو؟ والله ملينا. عندنا تعليق من محمد يقول: من زمان وإيران تطبع فلوس عراقي وتبدلهن بالدولار. الموضوع خطير للغاية مشاهدينا الكرام، في قمة الخطورة، يفاقم من أزمة انخفاض قيمة الدينار العراقي ويحول الدينار العراقي إلى ورقة لا قيمة لها بسبب هذا التزوير المستمر. ويانا محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. ألو السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. البطلة. حياك الله. أستاذ العزيز، هي مصائب الإطار الإيراني هذا تابع لإيران. هم دمروا العراق كفيلك الله، تزوير حتى يهربون العملة للخورهم العجم إيران. نعم. عمي ذولا لازم أنا أقول لك ثورة يقومون عليهم شعب العراقي بالأسلحة، ليس بالإعلام، بالأسلحة. كفيلك الله ويسحقهم سحق. دول الايرانيين ما يفون العراق، لازم يدورونه يقعدونه على الرنقات، لازم ينهون العراق. نعم. لازم يقتلون العراق، يقتلون الطفل والشايب. كفيلك الله، هم من 2003 لحد الان تدمير العراق، هم دول والميليشيات مالتهم تابعه لايران. نعم. المخدرات كل شيء جاي يدخلون العراق، لا زراعه لا صناعه. كفيلك الله، هاي هسه الفلوس المزوره كلها الإطار الإيراني تابع لإيران. كفيلك الله. تحياتي للقناة. شكرا جزيلا سيد محمد من أمريكا. ويانا سيد أبو محمد من بغداد، تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي مسألة الدولار يعني مسألة عويصة جدا. نعم. يعني مشاكل كثيرة، أولها التزوير، ثانيها البنوك الإسلامية اللي تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني بفرع واحد فقط في بغداد، هاي. نعم. كلها تستلم من البنك المركزي يعني دولار تشتري حسب سعر الصرف، فهذا كلها مشاكل يعني تخلي الدينار دائما في نزول. نعم. إضافة إلى أنه ما فد يوم من الأيام بالحكومات اللي تعاقبت من 2003 لحد الآن إجي أحد خبير الاقتصاد حتى يقود هذا البلد. كل دول العالم عندها نظام اقتصادي ممكن الواحد يمشي عليه. نعم. لكن بالعراق ماكو اي نظام اقتصادي، كثافه بضخ الدولار بالسوق. نعم. اضافه الى البنك الفيدرالي الامريكي
مسيطر على العملة الصعبة للبلد. يعني العوامل كثيرة، أي موقف حكومي تجاه حلحلة الأمر لسعر الصرف مقابل الدينار ماكو، أي خطوة ملموسة لسعر لأنه هو منو اللي أدخل، منو اللي أدخل العراق أصلا في هذه الأزمة سيد أبو محمد؟ طبعا هاي الحكومات اللي تعاقبت بعد، يعني يتكلمون الإطار التنسيقي والآلة الإعلامية اللي يمتلكوها عن المؤامرة الأمريكية. هي هل السبب، هل السبب فعلا مؤامرة أمريكية أم بسبب الفساد وتهريب العملة والصفقات الفاسدة وسرقة الدولار من خزينة الدولة؟ يعني أليس هذا هو السبب الذي أدى إلى تجديد الولايات المتحدة القيود على الحكومات الموجودة على البنك المركزي؟ احنا اليوم خلينا نكون صريحين، احنا اذا نقول امريكا ما تدري بهذه التصرفات اللي قاعد تقوم بها الجمهورية الإسلامية، او ما تدري انه دائما الحكومات المتعاقبة اللي هي الإطار وغير الإطار دائما ما تكون مساندة للجمهورية الإسلامية إيران باعتبار انه حليف استراتيجي للعراق، ودائما ما يضخولهم دولار بسبب شنو فائدة هذا الحليف اللي ما بقى شيء بسبب الأدوات الموجودة اللي دتخدم مشروعه؟ حليف بشنو؟ حليف بسرقة الدولار، حليف بنشر الفساد والميليشيات، بنشر المخدرات، شنو من حليف اللي كان سبب أساسي بتدمير هذا البلد؟ اليوم احنا نتكلم بلسان الحكومات المتعاقبة على العراق اللي تقول دائما حليف وحليف وحليف. هذا الأمر اللي يفكرون بجارة دون عن شعب مات من الجوع، شعب دائما في حالة نقص من أي خدمة، إن كانت على النواحي التحتية البنى التحتية أو كانت النواحي الاقتصادية أو على مستوى التعليم، كثيرة هي المشاكل بصراحة. صحيح. كثيرة. أنا أشكرك أبو محمد من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيد أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ محمد. حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا. أقول لك بالنسبة أول خلينا نتحدث على محورين إذا تسمح لي. تفضل. أولا الفلوس المزورة والثانية الدولار. طيب. بالنسبة للفلوس المزورة اللي موجودة بالعراق هي ما هي مالت اليوم وأمس، ومو كل شغلة نخليها بخانة إيران. يعني الفلوس المزورة هي سابقا وأنا صغير ولحد هذا اليوم من عدة الطبعة بحكم صدام ولهذا اليوم التزوير موجود بالعراق. طيب. المطابع موجودة بالعراق تقبل الله ورسوله. هاي أول نقطة. والنقطة الثانية بالنسبة، طيب، يعني أنا متعجب على هواي يعني القنوات ومثل يعني قضية الدولار، تهريب الدولار وتهريب الدولار لإيران. يعني هو الدولار بس لإيران قاعد يروح، مو هي يا أخي أكو يعني كلامك صحيح. الدولار يذهب، لا الدولار يذهب إلى إيران، إلى لبنان، إلى سوريا، ويذهب جزء منه إلى اليمن. صحيح كلامك، ما يروح بس لإيران، يعني يروح للدول، يروح للدول التي تسيطر عليها إيران. لا أعطني مجال شوية، ما يروح التركية؟ شو عندهم تركيا بيه؟ شو يسوون بالدولار؟ ممكن يعني تسأل حضرتك يعني سؤال لنفسك أبو علي، ممكن تسأل نفسك سؤال، اسمح لي هس أنت طرحت النقاط، ممكن تسأل نفسك سؤال. دولة من الاقتصادات المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم مثل تركيا، شو تسوي بالدولار مالتك؟ عندها استثمارات رسمية موجودة في العراق، لكن إيران دولة اقتصادها دينهار، دولة عليها عقوبات، من مصلحتها جدا أن تستغل الدولار الموجود عندك وتستفاد منه لتخفيف العبء الموجود على خزينتها، على عملتها المحلية اللي تنهار بشكل مستمر. الميليشيات الموجودة في سوريا تحتاج إلى دولار، الميليشيات الموجودة في لبنان تحتاج إلى دولار، كذلك اليمن. لن نجي إحنا، خلنا نتكلم منطقة أبو علي، إحنا لن نقول تركيا روح تفرج وقرأ عن الأرقام اللي تيجي عليها وارداتها بسبب التجارة والتصدير والاستثمارات الخارجية. ما محتاجة دولارك صدقني. اي انطيني مجال استاذ محمد. فضل. يعني انت بضاعتك لما تجيبها من تركيا، نعم، تجيبها بفلوس عراقية لو بالدولار. هذه تجارة وليست سرقة كالذي يحدث. ليش؟ لأن نور المالكي مؤخرا في لقاء تلفزيوني اعترف، قال بأنه يجب أن يتوقف عملية أو تتوقف عملية تهريب العملة إلى الخارج،
تمام؟ هذا التصريح. أنت باوع على المحيط الموجود حواليك، من الدولة المتضررة اقتصاديا والتي هي بأمس الحاجة إلى الدولار؟ حتباوع تلقى إيران أول دولة. اي استاذ محمد شوف خليني اقول لك اياها، يعني دولار مالنا قاعد يتهرب الى ايران وينقي مجاني يا اخي، ماكو اي شيء. يعني شلون؟ شنو المقابل؟ شنو المقابل؟ لا 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 شوف خليني اقول لك اياها، انت دولارك قاعد يا اخي يطلع من العراق، انت ما تشتري بفلوس عراقيه، تمام، من كل الدول تشتري، من السعوديه تشتري، من الاردن تشتري، من ايران. ليش الازمه؟ ليش الازمه حاليا اللي صارت؟ ليش صارت الازمه حاليا؟ مو العراق ده يستورد من ايران من 2003 وليس اليوم، يعني ليس ما الان. ما تعطي مجال استاذ محمد، انت المشكله ما تعطي مجال. تفضل. انا قبل يومين ما اعطيتني مجال، شوف خليني اقول لك اياها. تفضل. بالنسبه خلينا ندخل بهذا الموضوع باختصار. باختصار الوقت انت شوف اي باختصار، ان شاء الله باختصار اعطيني مجال شويه استاذ محمد. يعني امريكا ايش قد صار لها؟ ليش ما سوت حصار على الدولار؟ ليش بهاي الايام؟ نعم. شوف خليني اقول لك، انا من قلت لك الكاظمي انطى الضوء الاخضر لامريكا، يعني سبب صعود الدولار وهاي المؤامره هو الكاظمي. طيب شكرا جزيلا ابو علي من البصره، انا اشكر حضرتك. النقطه اللي تفضلت بيها قبل كم يوم اجاب عليها الدكتور صباح علو خبير اقتصادي، واجاب على حضرتك بالذات على هذه التساؤلات، نفس الاسئله طرحتها وجاوب عليك الرجل، وقال لك بأنه السبب بالضغوطات وبالعقوبات اللي فرضت على المصارف الموجودة في العراق اللي دا تهرب عملة إلى إيران، لأنه إيران متورطة بالحرب الروسية الأوكرانية ودا تدعم روسيا بالطائرات المسيرة وغيرها في المعركة، وبالتالي أمريكا دا تفرض عقوبات. قضية ليست قضية الكاظمي، القضية هناك جرت إذن وقرصت إذن لإيران بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، هكذا يرى خبير اقتصادي، تمام. وبالتالي هذه التضييقات، لأن العراق أيضا الموضوع بمفتوح ويعني على البحري على قولتهم، والآن أدخلت أمريكا العراق في نظام السويفت والمنصة الإلكترونية التي فرضت على العراق حتى يتم بيع العملة والتداول من خلالها، وهذا الموضوع قاد إلى هذه التضييقات اللي أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار. يعني أمريكا تعاقب إيران عن طريق العراق. معنا السيد يعقوب من تركيا، تفضل. عليكم استاذ. وعليكم السلام استاذ العزيز. اول شيء هذا الزلمه اللي طلع وياك ابو علي هذا ايراني مو عراقي، بغض النظر هو يعني انطى وجهه نظره. تفضل. مو انطى وجهه نظره، هو ما حد ما دمر العراق غير ايران. التزوير كله من ايران، المخدرات من ايران، نعم، كل المشاكل الجايه تصير للعراق من وراء ايران. نعم، وهذا وجهة نظري. طيب، هو ذكر جزئية تتعلق بتزوير العملة، قال هذا الموضوع موجود زمان، من زمن صدام. موجود بعد 2003. بعد 2003 تم تغيير العملة وطبعت عملة جديدة، والمفروض يكون اكو سيطرة واكو رقابة على طباعة هذه العملة. ليش ليش التزوير موجود؟ ليش الآن زاد التزوير؟ طيب هذا من يتحمل مسؤوليته؟ هسه الدولار دي يزورون، دينار عراقي دي يزورون، يعني كل الدولار يزورون. الدولار صعب جدا يتزور، لكن الدينار حاليا وشفنا المقاطع نسخه صحيح. طبق الاصل من العمله الاصليه، يعني هاي شلون هاي حتسبب كارثه على الاقتصاد العراقي. صحيح صحيح استاذي. مين ليش ما يسالون نفسهم سيد يعقوب، ليش ما يسالون نفسهم هذه الاسئله؟ انه بدل ما يقعدون يبررون لايران وغير ايران انه نعم، ليش بدل ما يقعدون يبررون لإيران ويبررون لهذه الحكومات الفشل والإخفاق، ليش ما يسألون نفسهم أنه من الذي يجب أن يحاسب بسبب هذا التقصير اللي أدى إلى انخفاض قيمة الدينار، أدى إلى ارتفاع الأسعار، أدى إلى دخول عملة مزورة إلى السوق ستدمر الاقتصاد العراقي أكثر مما هو مدمر الآن؟ أبو علي من الديوانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الكريم، صارت معركة بالشرق العراق تأذى بها، وصارت معركة بالغرب العراق تأذى بها. زين العراق مو بدولة كأنما الدولة ماخذ المنصب وتتعاركون على الكراسي، وأنتم دولة وين وزارة النزاهة، وين الأمن الاقتصادي، وين الأمن الوطني، وين وزارة التجارة؟ نسمع بها بس ما مندخل بال صعود الدولار ونزول الدولار. هي اللي تسنتر السوق على المواطن، هي اللي توصل رغيف الخبز للناس الجوعانه
نعم أنسب ما يصير. أنتم من دولة؟ يعني الإطار والتيار يعني سلطته بس على الشيعة؟ هاي بس يجوعون بينا تشماكو يا أخي. خلي محمد السوداني الرجال يشتغل والله. لما عندما خلي الوزارات كلها بيد محمد السوداني موريد العيش اختنقنا من تحت واد والدينا. من أنتم دولة؟ 20 وزارة 20 أمن عندكم داخلية ومكافحة الإرهاب والجيش ونزاهة. يعني من دولة شغلهم شنو ولا شغلهم دولة؟ دولة بس تاخذوا رواتب نايمين بالبيوت تفردون كل منصب 50 مليون 60 مليون. نعم. شنو من دولة يعني؟ حاربت أمريكا تأثر الفقير. نعم. حاربت إيران تأثر الفقير. وكم دولة لا تصيرون دولة بكم حظ لا تجعلوا لبيوتكم تنامون. شكرا جزيلا سيد أبو علي. نعم أنا أشكر حضرتك واكتفي وياك بهذا القدر. وهذا طبعا هذه التساؤلات التي وجهها السيد أبو علي من الديوانية ربما تحتاج إلى إجابة من السيد أبو علي من البصرة. أنه يعني ليش تأخذون رواتب إذا أنتم فاشلين في إدارة هذه الدولة ومدى تقدرون تسيرون أمورها بالشكل الصحيح. ننتقل الآن مشاهدينا إلى ما لدينا من مواضيع أيضا في هذه الحلقة. موضوع آخر وهو ملف النازحين. طبعا ننتقل إلى هذا الملف ونعرض معاناة النازحين المستمرة وسط إهمال حكومي متعمد، حيث نقلت إحدى النازحات في مخيم بزيبز معاناة بناتها الثلاثة التي يعانين من أمراض مختلفة وسط غياب تام للرعاية الصحية لهن جراء عدم توفرها داخل المخيم، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعلاج والمراجعات الطبية في بغداد. وطالبت بتوفير سكن لهم بسبب تهالك الخيمة المقيمين بها وتسريبها لمياه الأمطار وسط الطقس الممطر والبارد شتاء. لنستمع. ساعدوا لي ذني بناتي ثلاثة عندي مرضى. بنات أشوف هاي حالتن. عدن انصراع ومريضات. عدن مراجع البغداد. كل راحة 300-400. واحدة عدن انصراع وهاي عدها خلل بدماغها. أريد من الخيرين يساعدوني أجيب علاج لهاي البنية. اللي يعاني عندي 15 نفر لا رعاية لا راتب لا مساعدة. أريد الناس الزينة الخيرة الطيبين يعينوني يساعدوني. هاي ابني يشوفوها مشمورة ما عندي لا حول ولا قوة. أريد الناس الخيرة اللي متبرعة اللي عندها زكاة يزكيها اللي عندها صدقة يصدقها. هاي عندها البنية عمرها 21 سنة وهاي عندي عمرها 23 سنة. أريد الناس تساعدني يا الخيرين يا أهل الغيرة يا أهل المروة. شوفوها حتى على فروحها شوفوا على رواحها تسوي. شوفوها شلون مريضة. عندي ثلاثة. هاي عندي بنية لها تقرير مال عيون. عندي مراجع لها دكاترة يردون من عندي. كل سيارة 40,000 البغداد. لا مساعدة ولا راتب ولا رعاية. وانا احنا عندنا 15 نفر. أريد من الخيرين ومن الطيبين يساعدوني. إذا أني عندي بنات اثنين سقط ولا عندنا لأن خيامنا يخرن. هاي شوفوا الهدوم بعيونكم. خاب تقولون كذب. هاي العيون شوفوا. هاي المطر خر علينا لا نفط عندنا. أريد لي غرفة مال بلوك على هواء من الخيرين يفزعوا لي غرفة 6x4 ويساعدوني بها. أنا البنيات وين ما أحط فراشي نلقاه غرقان. وحتى أجلكم الله يعني على أرواحنا يسون. ولا عندي حول ولا قوة وعلاجهن غالي. يا أهل القيرة يا أهل المروة يا من المساعدة ساعدوني. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى مقطع آخر. نبقى في محافظة الأنبار. هذه المرة ننتقل إلى مخيم النصر حيث يعاني النازحون هناك من غياب أبسط مقومات الحياة وسط البرد والطقس السيء الذي زاد من معاناتهم. لنشاهد. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أخي أنتوا التفتوا علينا وشوفونا. شوفوا حبيتنا مكشمة. ملابسنا كودري. أحد يلبس في الشتاء كودري؟ لا والله. والله العظيم ما عندنا. أنتوا يا مخيم عيني. مخيم النصر احنا. أنتوا كل شيء ما يجيكم؟ والله كل شيء. يعني النساء قصدي النساء. لا والله ما يجينا. ما حد ذاكر في يوم النساء. كل شيء من النساء. مع هذا الملف نبقى مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. إلى مخيم السعادة في محافظة الأنبار الذي لا يحمل من اسمه أي معنى، بل بالعكس يعتري الحزن وجوه النازحين فيه، حيث تظهر الصور الآتية من هناك مطالب إحدى النازحات بتوفير الدواء والعلاج لابنها المريض.
لنشاهد. خير اي والله يدحجونا والله احنا وانا عندي معوقين وحالتنا تعبانه والله وخرجنا بالماء انت يا مخيم احنا بالسعاده ان شاء الله اي والله وناشد اهل الخيرين ان شاء الله. نعرض الآن بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. هلال العبيدي يقول: مأساة النازحين، جرح عميق في خاصرة العراق. لدينا سارة تقول: المهجرين قسرا داخل العراق يحتاجون وقفات حقيقية منا لإعادتهم لديارهم التي استوطنتها الميليشيات الإيرانية. لا البطانية تدفيهم ولا خيمة القماش تحميهم ولا التبرعات ستعينهم ولا الحصة الغذائية ستشبعهم. هم بلا وطن، سرق وطنهم واستحلت ديارهم ونهبت خيراتهم. علي الزهيري يقول ستكون لنا مساحة حول عودة النازحين ومعاناتهم والقساوة التي تمارس بحق الأطفال ساكني هذه الخيم وعوائلهم. كم هائل من العوائل والأطفال يحتاجون إلى أساسيات العيش والعلاج. ننتقل إلى تغريدة أخرى من أياد الدليمي يقول: من حقنا أن نسأل هؤلاء الذين يقدمون السيارات والهدايا الثمينة للاعبي المنتخب الوطني، ألا يفكرون بمثل هذه الحالات الإنسانية؟ هذا السؤال. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة أنت ترى. وردتنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مناشدة من أولياء أمور الطلبة في محافظة بابل يشكون من انقطاع التيار الكهربائي أثناء فترة الامتحانات مما أثر سلبا على مستوى الطلبة، مؤكدين أن التيار الكهربائي شبه معدوم في المحافظة، وناشدوا الجهات المعنية بإيجاد حلول لأزمة الكهرباء التي تنعكس سلبا على الواقع التعليمي في محافظة بابل. لنشاهد. والله كهرباء هنا عندنا كلش مو زينه، كهرباء خاصه في فتره هاي الامتحانات، يعني حتى تاثر على التعليم مال الطفل، طفل يجي بالبيت ما يلقى كهرباء، يجي الصبح يقعد يريد يقرا له فد نص ساعه ما يقدر يقرا، بالليل نفس الشيء كهرباء ماكو، وحتى مستوى التعليم للطالب نزل لجوا حتى يشتكون منه الاهل التدريسيين، يقولون ليش مستوى الطالب بهاي الفتره نزل؟ الكهرباء اثرت تأثير رئيسي وسبب رئيسي بتدهور المسيرة التعليمية في العراق بكل المواسم، بالصيف ولا هسه مو بس بالامتحانات، يعني بكل الوقت، يعني بالايام العادية يريد يهم الشهرية يمتحن، هم من الليل كله طافية الكهرباء، شو وقت يقرأ الطالب؟ شو وقت يقرأ؟ الليل كله طافية، المولدة تروح وتجي، يعني شيء والناس حتى اغلب الناس هسه بسبب ارتفاع الدولار ما عندهم كان ارتفاع اشتراك مولدة، الدولار وين الناس تروح؟ يعني يحر بالعيشة، يحر بالكهرباء، يحر بالنفط، مشكلة والله العظيم، العراق مشكلة عظيمة بهاي الكهرباء. فنرجو الالتفات لهذا الموضوع ومعالجة وضع الكهرباء رجاءً. ما عندنا كهرباء نهائي، زين تجينا كل أربع ساعات ساعة كهرباء. شيء ثاني طلابنا احنا كلها دراستهم على الانترنت، يعني هذا يؤثر على مستوى الطالب. ليش تقتلون العلم والعلماء؟ يعني إذا كهرباء ماكو، زين الطالب عليه من يدرس؟ لا يشوف، لا يغسل، لا يقدر يبدل، لا يقدر يطلع كتبه، لا اكو انترنت يقرأ عليه، لا اكو موبايل يقدر يشحنه، زين شلون يعني بهالمعضله هاي؟ حلوا لنا هالمعضله هاي فتره الامتحانات، بالصيف ما تنطوها، بالشتاء ما تنطوها، زين الكهرباء وين تروح؟ طالب من يسقط قالوا سقط، هو ماكو كهرباء شلون نقري؟ والله حط الفانوس ونقرى علي. انا جالب الخامس شلون اقريهم شلون؟ كهرباء ماكو. شلون نحرق رواحتنا؟ هسه صيف صيف نقول ما يخالف يشغلوه يجيبوه، هسه شتاء حتى بالشتاء اطفاء، ليش طلعونا من طورنا؟ عم طلابنا خلي يقرون، هسه امتحانات اجت شلون؟ الان مشاهدينا نصل الى فقره الهاشتاج، واسمنا اليوم هو فتح استماره الصحه 22. عبد القادر البياتي يقول: انه حقنا وعلى جميع الخريجين مسانده التنسيقيه لنيل حقوقنا كامله وبصوره سريعه بلا تسويف وتعطيل. لدينا تغريدة من بنين عماد تقول: لا تراجع ولا توقف حتى إطلاق استمارة التعيين المركزي. تغريدة من آمنة تقول: دفعة 22 تطالب بأبسط حقوقها. ولدينا عزيز يقول: بالقانون باقين لأخذ كافة حقوقنا المكفولة لنا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.